بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدأ، هناك معان دقيقة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تتعلق بإنسان لم يرتكب ذنبا ولكن أخاه ارتكب الذنب، فقال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه. الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. وأنت لم تفعل الذنب لكن أخاك الذي فعل الذنب، لو أنك قلت فلان فعل كذا أيجوز أن يفعل كذا، شهرت به وطعنت باستقامته وجعلته يعني مضغة في الأفواه، أنت اغتبته بهذه الطريقة، فجاءك من ذنبه شؤم. صحيح. أما إذا قلت والله فعل ما ينبغي أن يفعل، رضيت له الذنب، رضيت له الذنب، وقد قال العلماء: لو غبت عن معصية فرضيتها كنت كمن شاهدها فلم تنكرها. لو أن معصية وقعت في أمريكا أو في الصين أو في اليابان وقلت نعم ما فعل، أنت رضيت بها وكأنك شهدتها ولم تنكرها. فمن غاب عن الذنب ورضيه كان كمن شهده، ومن شهد ذنبا فأنكره كان كمن غاب عنه. فحينما ترضى بالذنب تكون قد شاركت صاحبه في الإثم، إذا نالك من الشؤم. وحينما تعيره تبتلى به، أين عقله؟ كيف فعل هذا؟ اشكر الله عز وجل أنه نجاك من هذا الذنب. القصة أنك ينبغي أن توحد. من أدق ما قرأت في بعض الأحاديث: ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. ألم نقل نحن في الفاتحة كل يوم في أثناء صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ألم يقل سيدنا يوسف عليه السلام: ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن؟ إذن لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. فأنت حينما ترى أخاك قد أذنب ينبغي ألا تفضحه، ينبغي أن تستره، ينبغي أن تتخلق بكمالات الله، الله من اسمه الستار، ينبغي أن تنصحه بينك وبينه لا على ملأ من الناس. وحينما يرتكب أخوك ذنبا ينبغي ألا ترضى به، إن رضيت به فقد شاركته في الإثم. لو أنه كسب مالا حراما لا ينبغي أن تقول نعم ما فعل، هذا كلام في تضيع للحق، أن تستنكره، أن تستنكره لا أن ترضى بعمله. ولو أنه ارتكب ذنبا فأنت عيرته واحتقرته، كيف يفعل هذا؟ أنت معصوم؟ اسأل الله عز وجل أن يحفظك من هذا الذنب. لذلك الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. فكيف بصاحب الذنب الذي وقع بالذنب؟ إذا كان للذنب مضاعفات في من لم يرتكب الذنب فكيف بالذي ارتكبه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة، هذه حقيقة. فنحن حينما نرى أخا لنا قد أذنب، أول شيء ينبغي أن أتوجه إليه على انفراد ناصحا له بكل معاني الرقة واللطف. سيدنا عمر بلغه أن أحد أصحابه شرب الخمر وسافر إلى الشام، أرسل له كتاب: أما بعد فإني أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. فصاحبه قرأ الكتاب وصار يبكي حتى حمله هذا الكتاب على التوبة، فقال رضي الله عنه: هكذا اصنعوا بأخيكم إذا ضل، لا تكونوا عونا للشيطان عليه ولكن كونوا عونا له على الشيطان. فأنا أول مهمة لي إن رأيت أخي قد أذنب أنصحه فيما بيني وبينه، والنصيحة شيء والفضيحة شيء آخر. هذا الموقف الأول مقابل من ذكره فقد اغتابه. الموقف الكامل الثاني: أنا لا أقره على ذنبه، أنا أرى أن هذا خطأ كبير. يعني هؤلاء الذين
رأوا قارون بماله وملكه قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. إذن أنا لا ينبغي أن أقره على ذنبه، ينبغي أن أنصحه. وهنا يحضرني تعريف دقيق للعاطفة العميقة والسطحية. أنت إذا دخلت إلى بيت وكان دخل صاحب هذا البيت من مال حرام، عنده ملهى أو عنده تجارة مخدرات لا سمح الله ولا قدر، هل تحترمه على بيته الفخم وأثاثه الرائع؟ لا. العاطفة السطحية أن أحترمه لفخامة بيته، والعاطفة العميقة أن أحتقره لأن كسبه حرام وهذا مبني على شقاء الآخرين. فأنا حينما أرى إنسان يرتكب ذنب وهو في مكانة علية لا ينبغي أن أوقره على هذه المكانة، لأن الذنب سوف يجعله عند الله من الساقطين. الموقف الثالث، فمن عيره ابتلي به. لا ينبغي أن أعيره، ينبغي أن أتوجه إلى الله أن يحفظني من هذا الذنب. فهناك أذكى مني يرتكب أكبر الذنوب، وهناك إنسان له ثقافة دينية يرتكب الذنب. فأنا حينما أرى إنسان قد ارتكب الذنب أتوجه إلى الله عز وجل أن يحفظني من هذا الذنب. إذن أنا أنصحه فيما بيني وبينه، ولا أقره عليه ولا أوقره على ما كان من دنياه. ثم في النهاية ينبغي أن لا أعيره، بل أسأل الله جل جلاله أن يحفظني من الوقوع في هذا الذنب. هذا تعليقا وشرحا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذنب شؤم على غير صاحبه. الآن ماذا عن الذنب لصاحبه؟ لا بد من أن تعرف نفسك لا سمح الله ولا قدر من أي العصاة أنت. هناك من يعصي الله ويندم، هناك من يعصي الله ويبكي، هناك من يعصي الله ويتمنى أن لا يعصي الله. هذا اسمه عند علماء القلوب المغلوب، غلبته نفسه. هناك من يعصي الله ويصر، هناك من يعصي الله ويتباهى، هناك من يعصي الله ويذكر هذا للناس، هناك من يعصي الله وهو في قمة نشوته، هناك من يعصي الله ويتمنى أن يعصيه كل يوم. يجب أن تحدد من أنت، من أي العصاة أنت. سيدنا آدم عصى ربه لكن فنسي ولم نجد له عزما على المعصية فغفر الله له. أما إبليس عصى، ما كنت لأسجد لبشر خلقته من طين. فمعصية الشيطان معصية كبر واستعلاء واعتداد بالمعصية، ومعصية آدم معصية غلبة وضعف. لذلك قال فنسي ولم نجد له عزمة. أنا أبشر أي أخ كانت معصيته لله لا سمح الله ولا قدر عن غلبة أن التوبة قريبة منه جدا. والعوام يقولون الصلح بلمحة، بشرط أن تكون المعصية معصية غلبة وضعف، لا أن تكون معصية استكبار واستنكاف عن طاعة الله عز وجل. دائما وأبدا الذي يعصي الله استكبارا لا يندم على ذنبه، بل يفتخر به، بل هو في قمة نشوته حينما يعصي الله، بل هو ينوي أن يعاوده. هذه المعصية والعياذ بالله لا توبة لها، وصاحب هذا الذنب لا يغفر له، وهذه الحلقات لا تعنيه إطلاقا إلا إذا رجع وتاب. أما الذي يعنينا من يعصي الله مغلوبا، من غلبته نفسه في ساعة غفلة، غلبته نفسه فاقترف معصية، فهو يبكي ويندم. وأنا أقول أنا أبشر أي نادم على ذنب بالمغفرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة. فأول شيء من أي العصاة هؤلاء العصاة، من الذين عصوا استكبارا واعتدادا وكبرا واستنكافا عن طاعة الله، أم الذين عصوا غلبة وضعفا؟ على المرء أن يعرف نفسه، أن يحاسبها.
أن يعرف ما إذا كان يعصي الله كبرا وتجبرا أو غلبة. أو غلبة. هؤلاء ذكرهم الله عز وجل في آية صريحة واضحة رائعة، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء العصاة عصاة غلبة. غلبة. نعم. لعالم جليل هو ابن القيم كلمة رائعة في هذا المعنى، قال والله تعالى إنما يغفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غلبة الشهوة وقوة الطبيعة، يعني قوة الشهوة فيه، فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه، فهذا ترجى له مغفرة الله وصفحه وعفوه لعلمه تعالى بضعفه وغلبة شهوته له، وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه، فهو إذا واقع الذنب واقعه مواقعة ذليل خاضع لربه خائف مخترج في صدره شهوة النفس المذنبة، والإيمان يكره له ذلك، فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات. فأما من بنى أمره على أن لا يقف عن ذنب ولا يقدم خوفا ولا يدع لله شهوة وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب، فهذا الذي يخاف عليه أن يحال بينه وبين التوبة ولا يوفق إليها. هذا العالم الجليل يتابع حديثه فيقول الفرح بمعصية الله عز وجل دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها، ففرحه بها غطى عليه ذلك كله، وفرحه بها أشد ضررا عليه من مواقعتها. الفرح بالذنب أخطر من وقوع الذنب نفسه، والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه، ومن خلي قلبه من هذا الحزن واشتدت غبطته وسروره به فليتهم إيمانه وليبكي على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكاب الذنب وغاضه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلامه. هذا كلام دقيق. أي العصاة هذا المذنب؟ هل يعصي الله غلبة أو ضعفا أم يعصي الله كبرا وفرحا؟ نشوة المؤمن بالذنب لا تتم لأنه يخشى الله عز وجل. أنا أبشر هؤلاء الذين ضعفت نفوسهم وفي ساعة غفلة عن الله عز وجل فوقعوا في معصية وهم نادمون يبكون يتمنون لو لم يوقعوا هذا الذنب، أبشرهم بأن مغفرة الله لهم قريبة بإذن الله تعالى. نعم. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن السماك أنه قال أصبحت الخليقة على ثلاثة أصناف: صنف من الذنب تائب موطن لنفسه على هجران ذنبه لا يريد أن يرجع إلى شيء من سيئته، هذا المبرز، وصنف يذنب ثم يندم ويذنب ويحزن ويذنب ويبكي، هذا يرجى له ويخاف عليه، وصنف يذنب ولا يندم ولا يحزن ويذنب ولا يبكي، فهذا الكائن الحائد عن طريق الجنة إلى النار. يعني إنسان ارتكب الذنب مرة واحدة وتاب توبة نصوحة هذا الآمن، وإنسان ارتكب الذنب ثم عاد إليه هذا يخاف عليه لكن الله يقبله، وإنسان يرتكب الذنب ولا يتأثر ولا يندم ولا يتوب إلى الله فهذا انتقل من الجنة إلى النار.